مشاهدينا متابعينا الكرام متواصلين وياكم في تغطيتنا لهذا اليوم الجميل وهذا المساء الذي نحتفل فيه بمناسبة زفاف الأخوين مهند وشبل أبناء مصطفى الياس الأوساوي. معي الآن أحد أصدقاء العريسين مهند وشبل ماهر المغربي. في البداية نرحب بك عبر قناة خالد بازيدان الإلكترونية على اليوتيوب. أديكم العافية ما شاء الله، إن شاء الله الله يوفقكم القناة الإلكترونية هذه. وأحب أقول أول شيء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير إن شاء الله. وأحب أهني العريسين كمان بالصحبة هذه اللي ورانا، وصراحة فرح جدا ممتاز، وما شاء الله الحضور جدا عالي وشيء يبين على يعني على الحياة الاجتماعية الحلوة اللي عندنا، والله يديكم العافية صراحة كفيتوا ووفيتوا. وأحب أهني بالخصوص أخونا مهند وأقول له إن شاء الله بالرفاء والبنين. بما أنك صديق مقرب لمهند بالتحديد، حدثنا عن المواقف الطريفة التي مررتم بها مؤخرا. والله مؤخرا بالنسبة للمهند ما شاء الله هو فاكهة المجلس، يعني المجلس معانا يعني أحلى ما فيه، قلبه وسيع لدرجة نكون نتكلم معاه كذا يقلع وينام. كنت أتكلم معاه كذا وإحنا جالسين شوية، مهند كيف حالك إيش أخبارك؟ قل الرجال يجخر. فأتمنى اليوم ما يجخر جمع رخصته بس. الله يديكم العافية. نشكر الأستاذ ماهر المغربي على هذا اللقاء ونتمنى لك التوفيق وللجميع الحضور. الله يوفق الجميع، شكرا جزيلا، يديكم العافية، كفيتوا.